يومك مبارك عزيزي المشاهد، وأهلا وسهلا بك في الليلة الحادية عشر من رمضان، من ساعات السحر ودقائق السحر ولحظات السحر. هذه اللحظات التي تمر وهي بمرورها تعادل الدهر كله. فقد قال القرآن: ليلة القدر خير من ألف شهر، ورمضان يعادل كل الشهور، بل رمضان إن أحسنت فيه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى سيعادل الدهر كله. وذلك فإن اللحظة والدقيقة والساعة في رمضان لها عمق ولها تأثير ولها جزاء يختلف عن الأوقات الأخرى، فعلينا أن نستغلها ونحسن استخدامها، وهي لحظات ستزول ستروح ستذهب يعني، ولن تعود أبدا. كل شيء ممكن يعود إلا الزمن، خلاص انتهى، ذهب العمر، والذي ذهب قد ندم عليه. حتى لا تأتي لحظة الموت ونقول: ربي أعيدوني علي أعمل صالحا، أعيدوني علي أعمل صالحا. والآن نحن يعني نضع نفسنا في هذا الموقف، يعني حط نفسنا بأننا ميتين يعني، ونواجه تلك اللحظة. يعني خلي نفسنا افتراض، كثير من الأشياء هي افتراض، كثير من العلوم تأتي من خلال افتراض، المخترعات بعض الأحيان افتراض، فرضية بعد تتحول إلى نظرية. افترض، أنا افترض وكل الناس تفترض أشياء كثيرة في الحياة، بل الحياة في جلها، في نقاشاتنا، في حياتنا، في تصورتنا، فيها جانب مهم جدا من الافتراضات. فلنفترض أننا عشنا هذه اللحظة وكنا، ماذا سنفعل؟ ماذا سنقول؟ فلنعد أنفسنا لهذه اللحظة حتى لا تأتي ونندم عليها، وهي أيام وساعات وأشياء. يعني قد يكون الإنسان لا يستطيع أن يقوم بأعمال جبارة وعظيمة لخدمة نفسه أو دينه أو خدمة ربه، يعني النفس يعني طاقتها محدودة، وكل امرئ ما يعني ما امتلك ما سعى. ولكن هذه لحظات بين أيدينا ونحن نملكها ونحن قادرون عليها، فخلنا نستغلها. ليش يعني أنا أعتقد يعني هنالك صورة، ما دمنا مؤمنون، ما دمنا نؤمن بالله ونؤمن بالقرآن ونؤمن بالإسلام ونؤمن بالجنة والآخر، ونؤمن بأن هنالك لحظات سنواجه بها الله سبحانه وتعالى. فإذا نفترض أننا وصلنا إلى هذه اللحظة وبدأ الحساب، سنندم. وتمر هذه الحياة بإيجابيات وبث الشديد كلها قدامنا. طبعا قد يقول قائل: يعني معقولة الإنسان كل عمره يجي؟ نعم، هسه أنت بالحلم، هسه بالحياة الحلم يطول ثلاث ثواني فقط، لكن عندما تحكي أنت تحكي 4 ساعات، لأنه أنت تمر عليك، بس هاي تمر بطريقة عقلية، ولذلك أنت تشاهد أشياء كثيرة لا يمكن أن ينطبق عليها الزمن الموجود في الواقع. بالحلم لا، الزمن غير شيء. لذلك 3 ثواني ترى فيها أحداث كثيرة جدا. لذلك أيضا الإنسان عندما يكون حسابه ما يستغرق هذا، يعني يستعرض للزمن كله 40 سنة 50 سنة 200 سنة، لا، بلحظة يشوف كل شيء. يعني هو مثل الرام صغير يعني، ويوضع في الكمبيوتر مع عقلك، انت تشوفه كله يعني. فالإنسان الذي خلق الرام وخلق الكمبيوتر، الله ما يقدر يوصل الرأس يقول لك شوف أعمالك أسأل انت تشوفه، هاي خلاص الحلم انتهى قدامك. الحلم ساعات، لكن انت يستغرق عندك حوالي 2 أو 3 أو 4 أو 5 يعني، ليس أكثر، مستحيل يعني. ولهذا الإنسان لهذه اللحظة يعني فد كم يوم من ليالي رمضان يقضيها في التبتل والدعاء والاستغفار له ولوالديه، يعني ما راح ينتقص، بالعكس راح تزيد إيمان تزيد سعادة، لأن جسمه راح يمتلئ بمواد إيجابية يفرزها الدم
يفرزوا مواد من خلال المخ في النوم او في السعاء او في الاخبار الطيبه او في الرياضه وايضا في الدعاء. هذه المواد تفرز بالجسم من ضمنها الميلاتونين وغيرها، تعطيك السعاده والارتياح والاسترخاء، وايضا تجدد الخليه واشياء كثيره مسؤوله عنها. فايضا هي بها راحه، ترتاح نفسيا، تروح تنام انت مرتاح، بالاضافه لانت مقدم شيء لنفسك يعني. فاذا ليست هي بالقضيه اي كبيره جدا، وليست القضيه المتعبه. اليوم كنت اتصفح واحده من كتبي، كنت اتصفح كتابي عن الامام علي، عن الحكمه لدى امام الحكمه علي بن ابي طالب، وهي واحده من 10 كتب كتبتها عن ابي الحسن الحمد لله، وهذا واحد من هذه الكتب. احنا في برنامجنا هذا ناخذ بين الحين والاخر واحده من الكتب التي في هذا اليوم. اخذت شيئا بسيطا، وهو قول الامام علي عليه السلام: اذا اقبلت الدنيا على احد اعارته محاسن غيره، اعارته محاسن غيره، واذا ادبرت عنه سلبته محاسن نفسه. انظروا، سلبته، اذا اقبلت الدنيا على احد اعارته محاسن غيره، واذا ادبرت عنه سلبته محاسن نفسه. تلاحظون، اعارته وسلبته. لا يستطيع احد ان يكتب عن علي بن ابي طالب او ان يقرا علي بن ابي طالب ان لم يكن ضليعا باللغه العربيه. ولذلك نهج البلاغه الكثير من الناس يقول لك احنا قريناها. يعني انا شكر انهم قرأوا، لانه لغه عظيمه. ولكن الذي يقرا نهج البلاغه سيكون بليغا حتما يعني. نهج البلاغه اعظم كتاب في البلاغه واللغه. ولذلك الإمام علي عنده تعابير دقيقة جدا. شو تلاحظ؟ إذا أقبلت أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت سلبته محاسن نفسه. تلاحظ؟ أعارت وسلبت. شوف التعبير العلوي العظيم. قال: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعارته محاسن غيره. شوف الإنسان شو يتمنى؟ يتمنى أن يصير غني. ليش؟ لأنه أمامك واحد غني متونس ومرتاح وعنده فلوس وعنده قصور وعنده سيارات وعنده هذا. فإذا هي محاسن شافها، أو شاف واحد وسيم وجميل وأنيق وما أدري شنو، شافها فد واحد أنيق وسيم وجميل وكذا وكذا يعني. هاي محاسن للغير. لا يمكن أن يتمنى شاب في المريخ يعني، وين شايفه هو؟ وبالعكس يكون مرعب هذا لك. ولا يتمنى شخصية لم يسمع عنها ولم يقرأ عنها ولم يراها. فإذا كل ما يتمناه هي محاسن الغير. أبدا الإنسان لا يتمنى شيء لم يراه ولا يحسه. وليش طلبه؟ وليش جهد؟ لأنه شافه وحسه. يعني يصير واحد مثلا يتمنى شيء، يقول انا اتمنى ان اكون عالم كمبيوتر في بطون الاسماك مثلا، يعني اكو يشبهنا يعني؟ لا يمكن يعني. قد يكون هي مستقبل، اكو حاله نستخدم الكمبيوتر بالاسماك والحركه ممكن، لكن هي الان موجوده. فالانسان لا يمكن يتخيلها يعني. يقول لك ممكن اصير عالم فضاء، عالم صواريخ، عالم كمبيوتر، اوكي ماشي، يعني موجوده بدها تاثر في الحياه. إذا هنالك أشخاص يكسبون ومرتاحين وعلماء ويقدمون هذا. فهي الإنسان في الإنسان عندما تقبل الدنيا عليه تعيره، شوف الإعارة محاسن غيره. والإعارة كلمة نستخدمها عندما نطلب شيئا من شخص ونعيده إليه. استعرت منه كتابا، أعارني كتابا، أعرته بعض المال، بها شيء طلب
وإرجاع، أي إنه شيء مؤقت. الإعارة هنالك شيء لشخص ما أنت تأخذها لفترة ثم تعيدها إليه. فالدنيا إذا أقبلت على شخص تعيره بعض محاسن الآخرين. شوف، أقبلت محاسن الآخرين، ولكن هذا أدبرت، شوف تعبير دقيق لأبي الحسن، إذا أدبرت الدنيا عن شخص سلبته محاسن نفسه. إذا أدبرت سلبته محاسن نفسه، إذا أقبلت أعطت أشياء لدى الآخرين هو شافها تمناها رادها، عارته محاسن غيره، ولكن لا أدبرت سلبته محاسن نفسه. شنو محاسن النفس؟ شنو الأدبرت؟ الإنسان يقول له عندما الدنيا أدبرت عني، أو الدنيا مطيتني ظهرها وأدبرت عني، أنا فقير محتاج مريض منزعج، حياة الزوجية سيئة، أشياء كثيرة، مهان غيرها، لا يملك مال. فهذه الأشياء لما يكون إنسان فقير ولا يملك مال ولا يملك جاه ولا يملك قوة ولا يملك ولا يملك ولا، هذا راح تأخذ من عنده جزء من كرامته. صح أكو ناس مهما يأخذ منه تبقى كرامته، لكن بصورة عامة الفقر ذلة، الفقر ذلة. يعني ذلك ابن حسن يقول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. الفقر ذلة، والحاجة ذلة، والطلب ذلة. فتفقدك جزء من كرامتك، تفقدك جزء من عزة نفسك، تفقدك جزء من احترامك لنفسك، تفقدك جزء من هيبتك، من أشياء معينة. أنت كرمك، أنت فقير ما عندك كرم، أنت ما تشكره، أنت ما عندك، أقصد بالجانب المادي، فقير أنت محتاج تحس أنك شيء من الذلة يعني بها شيء من النفس، تذهب عزة النفس، السمو بالنفس، إجلال النفس، أشياء كثيرة تذهب عندما الإنسان يكون محتاج أو مهان أو 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 غيرها. فالدنيا عندما تدبر فقط المادة بعضها لا تعطيه قوة، يكون ضعف وهن، والضعف وهن، والوهن يخليك تحتاج الناس. تشلون لعدة هذا تأكل وما حد يوصي، تروح للحمام رافق عفوا لازم الله يخليكم بصلوني وما أدري شنو هذا، وأنت خجلان من نفسك، فيها ذلة، تفقدك، تسلبك محاسن نفسك اللي هي العزة والكرامة والشخصية والأشياء والكرامة، كلها اعتزاز بالنفس، محاسن النفس. الدنيا إذا أدبرت عنك صحيا وماليا وهذا تفقدك يعني جزء كبير من محاسنك. لذلك تلاحظون هذا القول، أنا متأكد قرئ مرات وملايين البشر قرأوه، لكن تلاحظون الدقة في اختيار الكلمة. لذلك أنا أقول اقرأوا نهج البلاغة، ولكن اقرأوه بعقل واع وبقدرة بلاغية كبيرة. لا يمكن أن تفهم علي بن أبي طالب لم تكن بليغا، لأن كل كلمة يستخدمها علي بن أبي طالب لها بعد. أنا متأكد وينس قرأوا هذا القول لأبي الحسن ولكن لم يفهموا ما فهمه البعض، يعني لا أقول أنا، يعني حتما الناس كلها فهموا، يعني كثير من الناس المثقفين قد فهموه. ولهذا اليوم أنا حبيت في هذه اللحظات أن نستذكر معكم هذا الحديث العلوي وهذه المقولة العلوية التي تجعلنا ماذا؟ نحاول أن نمتلك من الدنيا ما يجعلنا بعيدين عن فقدان جمال النفس من الكرم والعزة والاحترام الذات والإيمان وغيرها، حتى لا تأتي لحظات نكون بها فقراء وبالتالي نفقد هذه الأشياء فنتحوط لهذه اللحظات. أكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيز المشاهد مرة أخرى. قبل الفاصل تحدثنا عن مقولة الإمام علي عليه السلام:
إن الدنيا إذا أقبلت على امرئ أعارته محاسن غيره وإن أدبرت سلبته محاسن نفسه. تلاحظون كما قلنا أعارت، والإعارة شيء مؤقت يعود إلى صاحبه أو يذهب عنه. أما السلب فهو أخذ حق لك، وذلك الدنيا عندما تقبل تعطيك شيئا من الأشياء التي أعجبت فيها، ولكن هذه السلب هي حقك، وعندما تؤخذ يؤخذ منك من حقك من طبيعتك، عزة النفس، الكرام، طبيعة احترام النفس وغيرها. ولكن عندما أقبلت أنت تتمنى أناقة، جمال، وسامة، فلوس، وهذا يعني، وبالتالي هي شيء مؤقت لأنك تنظر إليه لدى الآخرين ليس ثابتا. يعني إذا ما تشوف عند الآخرين أنت ما تتمنى. يعني لو كان الناس كلهم مثلك لن تتمنى أكثر مما يملكون، لأن لا يوجد أمامك شيء. أما عندما تسلب منك، عندما تدبر الدنيا فإنها تسلب عنك أشياء طبيعية، عزة النفس، الكرامة، الكرم، احترام وغيرها من الأشياء. ولذلك كما قلنا بأنه إنها مقولة عظيمة جدا ركزنا عليها في كتابنا الحكمة عند إمام الحكمة علي بن أبي طالب. أيضا اليوم كنت أتصفح في واحدة من كتبي عن الصحابة، لدي عشرا من عن الصحابة كما أفهمهم. وكما قلنا هو ليس نحن في باب استعراض الكتب، ولكنها حتى نقول بأن هؤلاء الناس نحن درسناهم بشكل عظيم وبشكل دقيق أكاديمي وعلمي، بعيدا عن الهوى وبعيدا عن أي شيء. وذلك كانت كتبي الصحابة كما أفهمهم أنا، وليس كما كتبه الأمويين أو العباسيين، كما أفهمهم أنا على ضوء كتابي والسنة المشرفة. ولهذا اليوم سأتكلم عن واحد هو الأجمل والأرق والأحلى والأندر بوسامته وحلاوته ورقته وعطره، هو الصحابي الجليل مصعب بن عمير. شخصية جليلة رائعة. الرسول قال عنه: ما رأيت في مكة أعطر منه ولا أجمل منه. يعني كان فتى مكة المدلل. طبعا هو كان ابن وحيد لواحدة من كبريات الرأسماليات في مكة، هي خناس بنت مالك. خناس هذه كانت تملك أموالا كثيرة، وكان لديها الكثير من الحشم والخدم. كل هؤلاء الناس يخدمون مصعب بن عمير. طبعا هذا قبل الإسلام، قبل أن يسلم يعني. كان شابا جميلا رقيقا، كان يلبس من الثياب ما لا يلبسه أي واحد في مكة، حتى أسياد مكة، حتى أبو سفيان وغيره وغيره لا يلبسون ما يلبس مصعب بن عمير. كان يضع من العطر الخاص جدا الذي يجلب له من اليمن أو من الهند أو غيرها. كان وسيما جدا، بالإضافة لأنه كان بليغا، كان شاعرا، وكان محدثا. ولذلك كل مجالس قريش كانت تحت في احتفاء كبير عندما يأتي مصعب بن عمير، وسيم مكة، جميل مكة، حلو مكة، معطر مكة، كلها أنيق مكة. لذلك كان له منزلة كبيرة جدا. مصعب قبل الإسلام كانت فتيات مكة يتابعهن ويزحفن إليه، حتى لو سمعنا فتيات مكة سمعنا بأن مصعب سيكون في الحي الفلاني أو في المكان الفلاني، فأكثرهن يخرجن إليه إما للفت نظره علّه يعجب بهن ويتزوجهن، أو يتمنين أو يملأن العين بجماله ورقته وحلاوته ووسامته. مصعب كان عندما يسير في الطرقات
يترك عطرا وابتسامة وحلاوة، كان حلوا رقيقا جميلا مؤنسا، كان لا يمر على جماعة إلا والحبور والابتسامة تبلأ الوجوه لرقته وحلاوته وساوته وعطره وحلو كلامه. هذا مصعب كان صديقا مقربا جدا لجعفر بن أبي طالب عليه السلام، كان صديقا له. والإسلام عندما بدأ الله أمر رسول بأنه يعني أبدأ بأهلك المقربين، فبدأ بأهله، بدأ بعلي وبدأ بأمه فاطمة بنت أسد وبجعفر بن أبي طالب. طبعا جعفر من الأوائل وفاطمة بنت أسد ثالث شخصية في الإسلام، الثالثة هي فاطمة بنت أسد أم علي، الأول علي ثم خديجة ثم فاطمة بنت أسد، هذا الثالوث الذي احتضن الرسول عليه الصلاة وعلى آله السلام. ولذلك مصعب كان صديقا لجعفر. جعفر كان شخصية مثقفة مرموقة محترمة جدا، وكان ليس ابن عم الرسول بل كان صديقا للرسول، كانوا أصدقاء يخرجون سوية، يمرحون، يلعبون. فعلاقة جعفر بن أبي طالب والرسول علاقة جدا خاصة، علاقة صداقة، بينما علاقة الرسول بعلي علاقة أب بابنه، علي ابن الرسول خلاص، علي تربى في حضن الرسول، علي تعلم من الرسول، علي كفله الرسول، من هو صبيان هو طفل، فعلي ابن الرسول وجعفر صديق الرسول ابن عمه وصديقه. وذلك عندما بدأت الرسالة المحمدية بدأت بجعفر وبني هاشم والمقربين، وطبعا حتى أبو بكر، يعني أبو بكر مع إجلان لهذه الشخصية العظيمة، أبو بكر لم يكن حتى العاشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر، يعني لا تنقص من منزلة أبي بكر يعني إطلاقا، صحابي الرسول وغيرها، ولكنه لم يكن الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا التاسع ولا العاشر، وهذه ليست إنقاص إطلاقا يعني من الصحابي أبو بكر الصديق. يعني فهؤلاء هم الذين كانوا مقربين يعني كثيرا من الرسول في بني هاشم. ولذلك من خلال علاقة مصعب بن عمير بجعفر فتعرف على الإسلام، فقال له أريد أن أرى الرسول محمد، فجاء به جعفر بن أبي طالب إلى الرسول وجلس معه، ولم تنتهي الجلسة إلا وأعلن مصعب بن عمير الشهادة أمام الرسول. عاد إلى أمه خناس بنت مالك، هذه المرأة المتسلطة المتجبرة الرأسمالية التي تحكم نصف مكة، قالها إنني آمنت بهذا الدين. قالت له والله أفعل بك ما أشاء. قال لها والله افعلي ما شئت فلن أبرح هذا الدين. قالت له لأوثقنك في الدار. قال لها والله لن أبرح هذا الدين. فعجزت، يخرج سنروح للرسول الكريم ويصلي وهي تبقى تأكل بنفسها، لأن لا تستطيع أن ضرب، لأن هذا أحب ما في قلبها مصعب، الوحيد ابنها يعني، والجميل والرقيق والحلو والخرجت فيه بالدنيا يعني، وأموال الدنيا كلها إله. وبالتالي وضعته في غرفة وأوثقته، ولكن طبعا هو حاول يعني بحركات معينة يعني الحبل ممكن يرتخي، ووضعت عليها أربعة من الحراس، فاستطاع مصعب أن يفك الوثاق وصعد، وبالتالي مسكوه، ولكن لا يستطيعون أن يضربون هذا يعني أو يقتلونه، وكان بيد عصا فكانوا لا يستطيعون يقاوموا، كان يضربهم يعني إذا يقاوموا،
فذلك هم أما يقتلوه أو يقتلون، ففكروا أن يعني فضلوا أن يقتلون، يعني لأنه لا يمكن أن يضربوا مصعب، يعني أمه لا يمكن أن تبقى، وعندما يذهب أيضا أمه خناسة تحاسبهم حسابا عسيرا. ولذلك مصعب عندما هاجر ذهب إلى الرسول قال له اذهب فإن هنالك 14 شخصا حملهم جعفر بن أبي طالب وذهبوا إلى الحبشة. طبعا هم وصلوا إلى ميناء اسمه ميناء الشعيبة، طبعا تقول هذا ميناء الشعيبة في كل بلاد العربية، مصر شعيبة، بليبيا ميناء الشعيبة، وفي الكويت ميناء الشعيبة هذا، وفي الإمارات هي الشعيبة الشعبة يعني شعبة البحر، فتسمى شعيبة يعني تصغير الشعبة من البحر، فتجدون هذا الاسم كثير. فكان في جدة ميناء اسمه الشعيبة ينقل البضاعة ما بين جدة والحبشة، الحبشة المقصود بها الصومال وقت الحرب يعني. ولذلك عندما وصل مصعب من حسن الحظ والقدر الذي أوجده الله أنهم عندما هاجروا 14 شخص من المسلمين لأمر الرسول قال إن قريش ستفتك بكل المسلمين، يعني علي أن أجد أرضا أخرى تكون بؤرة للإسلام. وذلك مجرد أن وصلوا، طبعا هناك السفن مو يومية واقفة السفينة، يعني هي سفينة شراعية يعني، فتبقى إلا تتحمل ويمكن كل شهرين تروح واحدة، وهذا يعني ماكو شيء اسمه يومية سفينة تروح، هذه يروح بمواسم يعني، وعندما تكتمل وغيرها تحمل المؤن وغيرها. فلحسن حظ المهاجرين أنهم وصلوا باللحظة التي تريد أن تتحرك هذه السفينة، لأنه كان قريش بعد دقائق وراهم. مصعب كان قد وصل وهم على السفينة، لذلك يقول المصادر أنه ذهب إليهم سباحة، البعض يقول لهم أنه كان في اللحظات الأخيرة، يعني باللحظات الأخيرة الله قسم له أن يكون مع المهاجرين إلى الحبشة. فهاجر مصعب مع 14 إلى الحبشة وبقى هنالك 3 سنوات. طبعا القريش كانت مستاءة جدا، لأن هؤلاء كونوا علاقات مع النجاشي، جعفر كان مثقفا جدا واستطاع أن يكون علاقة رائعة مع النجاشي، وبالتالي قريش كانت تخشى أن تبور تجارتها مع الحبشة، يفسدون علينا علاقاتنا الخارجية. فأرسلوا مصعب عمرو بن العاص، وكان طبعا ابن عمه مع المهاجرين، وذهب عمرو بن العاص طبعا في المرة الأولى لم يحصل على شيء، وعاد المرة الثانية. طبعا المهاجرين بقوا 14، القريش أرادت أن تعيد هؤلاء عندما فشل مصعب، على فكرة مصعب ذهب مرتين، يعني أرسلوا أيضا وراءهم مرتين، ليس يعني عمرو بن العاص مرتين أرسلوا، يعني المرة الأولى في الهجرة الأولى 14 والهجرة الثانية اللي كان 71 شخص. لذلك عندما يأست قريش فقالوا إنه نستخدم الحيلة، فأرسلوا التجار بدأوا يبلغونهم هؤلاء يذهبون من ملاء الشعيبة إلى 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 الحبشة بأن محمد قد تصالح مع أبو سفيان، والإسلام الآن يأخذ اتساعه، وقريش لا تقتل المسلمين، والإسلام بدأ ينتشر، ومحمد له السلطة الكبرى في مكة. ولذلك عاد المهاجرون، وعندما عادوا سألوا الناس وإذا شاهدوا بأن القريش زادت في إنكارها، فلذلك طبعا يسألون الناس شنو أخبار شنو محمد شنو طرف الميان، ذولا زادوا يقتلون، قتلوا فلان قتلوا فلان قتلوا فلان، كانوا يقتلون مستضعفين. فبعض عاد إلى الحبشة من ضمنهم جعفر بن طالب وغيره، البعض قال لا يعني سأعود، فمن القسم اللي رجعوا قتلوا يعني في مكة.
مصعب من الناس الذين عاد أيضا إلى الحبشة، يعني لم يعود إلى مكة لكي يقتل. وبقوا طبعا المهاجرين في الحبشة إلى بعد معركة بدر طبعا، لأنه النجاشي إجا أرسل على جعفر بن طالب قال له إن ابن عمك اليوم انتصر في معركة تسمى آبار بدر، فهنأهم يعني. طبعا هاي بعد الهجرة الثانية، الهجرة الثانية كان بها 71 شخص من ضمنهم عثمان وعفان وغيره وغيره يعني. ولذلك مصعب أثناء معركة بدر كان وين؟ كان في الحبشة. لذلك فيلم الرسالة بعض الأحيان طلع أشخاص هم مهاجرين، يعني لم يقول، لأنه بعد معركة بدر جاءوا، من ضمنهم مصعب. مصعب بن عمير لم يشارك في معركة بدر، مصعب شارك في معركة أحد واستشهد في معركة أحد. فلذلك هذه واحدة من الأخطاء أيضا التي قلتها للمرحوم مصطفى العقاد، يعني هذه القضية قال هذا خطأ في المونتاج، يعني لو بات احنا نضع، قال نصور معارك وبعض الأحيان نحتاج إلى لقطات بها معارك بها ذهاب ومجيء، هو نفسهم نفس المقاتلين نفس هذا، وبالتالي بعض الأحيان نحتاج إلى انطعهم لنا، فبعض الأحيان تصير يعني وجه، وهذا ما حد يلاحظها إلا المتخصص يعني. وانت ناوي تخرب بيتي يا دكتور علي يعني، يعني حسب قوله كان يمازح يعني. طبعا سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. أخرى قبل الفاصل تحدثنا عن مصعب بن عمير وبقائه في الحبشة، لكن قبل أن يهاجر مصعب، كان مصعب قد أوكل إليه الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وعلى آله السلام مهمة تعد من أخطر المهمات التي أعطاها لأحد من الصحابة، وهذه المهمة تحتاج إلى الكياسة يعني والحصافة وحسن الكلام وحسن القبول، فلا يمكن أن تعطى لأي شخص. الرسول كان ذكيا جدا في اختيار الأشخاص لمهمات معينة، ولذلك أعطى لمصعب بن عمير مهمة أن يذهب، طبعا قبل الهجرة، أن يذهب إلى يثرب لكي ينشر الإسلام هنالك. فذهب مصعب ابن خناس بنت مالك حتى يكون بعيدا عن سطوتها، وبالتالي يكون بمأمن منها ومن قريش، وبالتالي بدأ نشطا كثيرا جدا في إقناع أهل يثرب، واستطاع أن يكون 14 مؤمنا ذهب بهم إلى بيعة العقبة الأولى. طبعا العقبة الأولى هي 14 شخص من أهل يثرب الذين بايعوا الرسول، وبعد العقبة الأولى استطاع مصعب بن عمير أن يجعل بنشاطه ونشاط أيضا أبو أيوب الأنصاري وغيره من الصحابة أن يكونوا 71 نفرا ذهبوا لمبايعة الرسول في بيعة العقبة الثانية، وهذا كله له فضل كبير فيها لمصعب بن عمير. مصعب بن عمير واجه مشاكل كبيرة، أولا الأوس والخزرج ورماء الدهر والزمان دائما كانوا في حالة حرب، وهو يحاول أن يجمع واحدة من الأوس وواحدة من الخزرج، واستطاع أن يكون 71 شخصا من الأوس والخزرج، وهذه مهمة ليست بسهلة. تصوروا أن المصعب لوحده في المدينة استطاع أن يجمع 71 شخص، بينما جهود المسلمين في مكة لم تجمع هذا العدد لسببين، أولا للبطش الذي مارسته قريش، وبالتالي الرسول كان أراد أن يجد متنفسا جديدا للإسلام، فاستغل الحالة في يثرب وأرسل إليهم مصعب بن عمير، ونجح مصعب. مصعب مقبول جدا، ذكي جدا، كل شيء فيه مقبول، كلامه، حلاوته، شكله، أناقته، أشياء كثيرة يعني، منزلته يعني الاجتماعية. ولكن طبعا أحس به واحد من كبار سادة يثرب، وهو أسيد بن خضير. أسيد بن خضير كان قد نبه سادة مكة
من أن هذا الشخص سيفسد علينا الدنيا، هذا مبعوث محمد، هذا محمد طريد أهله وقبيلته من قريش، وبالتالي والله إني لقاتله. جاء أسيد بن خضير وعلى فرسه فقال له يا مصعب احمل ما تحمل واخرج فورا. فابتسم، طبعا جزء من الجالسين هرب لأنه هذا كان يبطش بهم، قال له انزل وخاطبني وابقى سيفك مسلولا علي. فنزل قال ابقيه، ابقيه مرفوع. كيف تحكم علي بشيء انت لا تعرفه؟ قال انك تفسد علينا بضلالتك وبك. قال له كيف عرفت ضلالتي انني على ضلاله، وكيف عرفت بانني كذا وكذا؟ استمع الي، استمع الي، وان وجدت في كلامي ضلاله فلا أقول لك أطردني، لا، السيف مشهر، فانزل علي بسيفك، أبقي سيفك مشهورا علي وأنا أحدثك طيلة الوقت، ساعة ساعتين متى. فبقى مصعب بن عمير يحدث أسد بن خضير والسيف محمول، وبعد دقائق ودقائق هذا السيف بدأ ينزل إلى أن ذهب إلى الغمد وركب فرسه وذهب واستمر بصعب. هذه الشخصية الهادئة المقنعة الكيسة التي فيها صفات هائلة جدا لا يمكن أن تكون شخصية عادية، واختيار الرسول له كان بدقة متناهية. ولهذا عندما انكسر أسيد بن خضير كانت فيها ضربة كبيرة جدا، وكانت الحاجز الذي يمنع من انتشار الإسلام كان هو بطش أسد بن خضير. وهنا بدأت تزداد الناس، وكان أسد يأتي بين فترة أخرى يتلصص ويستمع إلى كلام مصعب بن عمير، وظل، وكان مصعب يعرف إنه يستمع إليه أسد بن خضير. بعد أيام كان يسير مصعب فجاءه من الخلف فقاله قف يا مصعب. قال ماذا تريد يا أسد بن خضير؟ قال أريد أن أقول لك كلمتين أو ثلاث. قال ما هي؟ قال وما هي الكلمات التي تجعلني مؤمنا؟ قال أن تقول لا إله إلا الله محمدا رسول الله. فأعلن الشهادة وأصبح سيد يثرب مؤمنا، وبالتالي كانت الأرضية الواسعة المهمة التي مهدت الطريق للهجرة. لولا الهجرة كان قريش تريد ذبح كل المسلمين، ولكن الهجرة أنقذت الإسلام، وكان واحدا من الأسباب في جعل القاعدة في يثرب هو ذلك الوسيم الجميل والمعطار الأنيق مصعب بن عمير المثقف الشاعر. هذا كان له دور كبير جدا. وكما قلنا بعد ذلك هاجر يعني مع المهاجرين إلى الحبشة، وكما تعرفون القصة التي قلناها، وببقائه بالحبشة إلى أن طبعا عاد المهاجرون بقيادة جعفر بن أبي طالب إلى المدينة بعد معركة بدر طبعا، وساهم مصعب مساهمة فعالة جدا. مصعب الذي كان أأنق وأوسم وأرنق وألين وأطيب عطرا في مكة، في مرة كان الصحابة مع رسول ومر يسير فداروا وجوههم عنه لأنهم لا يستطيعون أن يرون مصعب. مصعب كان بجلباب مخرق ولحية كثة
وشعر كث نظيف ولكنه في حالة. فقالهم الرسول: لما درتم وجهكم عن أخيكم؟ قالوا: والله يا رسول الله لا نستطيع أن نرى مصعب بهذا الشكل. ذلك الذي كانت فتيات مكة تتلصص إلى أناقته ووسامته وعطره، وأذى به الآن يسير بخرقة. قالهم: لا، فقد هاجر الدنيا إلى الله، فانظروا إليه بعين كبيرة فأنه مهاجر إلى الله. هذا الرجل ترك الدنيا واشترى الله سبحانه وتعالى واشترى الآخرة. فلا تولوا بوجوهك، بل انظروا إليه بإعجاب، انظروا إلى هذا الإنسان الذي تخلى عن كل هذا الجاه وكل هذا الألق وكل هذا المال وكل هذه الوسامة وكل هذا العطر من أجل الله سبحانه وتعالى. كان يمكن أن يبقى بأحضان أمه وهو سيد الدنيا وأنيق الدنيا وحلاء وحلو الدنيا، ولكن كل هذه الأشياء تخلى عنها مصعب بن عمير ليعود إنسانا بسيطا يعمل بالتمر وبالخوص وبجلباب بسيط في مكان بسيط، وهو سعيد راض بما أعطاه الله من إيمان. مصعب كان الرسول يفضله ويقربه كثيرا، حتى أنه كان يعطيه الراية في معركة أحد، قد أعطاه الراية، لأن علي بن أبي طالب الرسول كان يعطيه دائما الراية، دائما الرسول راية الرسول كانت هي عند علي، ولكن في هذا المرة الرسول كلف علي بمهمة أخرى كانت الأهم، وكان يعرف أنه الآن قريش تريد اغتيال الرسول. فالرسول قال له: يا علي ابقى أمامي، القوم يريدونني، ولا أأمن أن يغادرني الآخرين إلا أنت. ولذلك عندما حصلت معركة أحد والتفاف خالد بن الوليد عندما كان مشركا، كان هدف خالد لا شيء، هو قتل الرسول، ولذلك شق الصفوف وذهب إلى الرسول وقتل من قتل وهرب من الصحابة من هرب، وهذه معروفة يعني، وبها إشعار يعني، بعض الصحابة المقربين جدا هنالك إشعار بهم أنهم قبل أن يصل إلى الرسول. طبعا مصعب كان يعرف بأن هذا خالد يريد الرسول، فجاء وقف أمامه، لأنه يعرف الراية مهمة جدا في المعركة، لو كسرت الراية سينكسر الجيش، وهو كان متراجع يعني، وذلك وقف أمامه لكي يكون فدائيا أمام الرسول. ولذلك ضرب يده اليمنى وكسر يعني قطعت، فمسكها باليد اليسرى ووقف أمام خالد حتى يأخذ وقتا الرسول يعني عند مجال يكون في مكان آمن، وقطعت ثم نهالوا عليه بضربة من خالد وضربات أخرى. ثم جاءه أحد من برمح من خلفه بعد أن قطعت يديه وضربت رقبته بضربة من خالد، جاءه رمح من الخلف وطعنه طعنة نجلاء قاتلة، خرج رأس الرمح من بطنه واستشهد مصعب. طبعا بعد ذلك خالد اتجه إلى الرسول، وهنا كانت حصابة الرسول، البعض قتل من المحيط الرسول، البعض هرب. طبعا لم يبقى مع علي إلا علي وأم سلمة. طبعا أم سلمة كانت في الفترة هي زوجة لأبي سلمة يعني، وقاتل الإمام علي قتالا شديدا وحمى الرسول وكان فدائيا وكان يقاتل أمامه حتى استطاع أن ينقذ الرسول ويصعد به إلى قمة الجبل. وأراد خالد أن يصعد ولكن الإمام علي وقف أمامه وحصلت يعني مبارزة، ولكن طبعا صاحوا على خالد: ارجع ارجع، فقد حققنا الهدف، لا نريد أن نفقدك. فعاد خالد لا يقاتل، خالد معروف عنه فارس،
ولكنه لا يقاتل وهو راجل، دائما قتال خالد وهو على الفرس. فلذلك إذا يصعد الجبل لازم يضطر ينزل. هذه ملاحظة قد فاتت الكثير من المؤرخين. خالد قاتل كل قتالاته على الفرس، ولذلك لما صعد الرسول الإمام علي صعده كان على خالد أن ينزل. خالد الشجاع الفارس الكذا الكذا لا يستطيع أن يواجه علي في المبارزة، وهو يعرفها، وفارس عنده خبرة بالحياة وعنده خبرة بالفروسية، فعرف بأنه لا مجال له. طبعا هو صارت الرسول وقف بوجه خالد، فكانت ضربة خالد في فك الرسول، يعني كسر فك الرسول بضربة من خالد يعني. وذلك الإمام علي جاء وحمله، بعد ذلك أخذ إلى فوق، وكانت البتول الزهراء كانت أول خيمة ميدان طبية في التاريخ جاءت، ولم النزف كان عظيم، وذلك وضعوا خرقة قالت لا، جابت حصيرة وحرقتها وسوتها بارود يعني باودر يعني رماد ووضعتها فوقف الدم. بعدين توكأ على الزهراء وعلي وذهبوا إلى الخلف بعد ذلك. ولهذا ذهب خالد بعد انكسار الجيش الإسلامي في معركة أحد، وإلا كان خالد يريد أن يقضي على الرسول الكريم. وهنا استشهد مصعب. بعد أن ذهب الجيش طبعا الرسول تألم كثيرا على أصحابه، ولكن أكثر اثنين بكى عليهم كان على عمه الحمزة، وكان متألما جدا لما وقع فيه. طبعا عندما جاء الرسول إلى حمزة ماذا وجد؟ كبده مأخوذ، مهاي فقط، هند قطعت أعضاءه وقطعت أذانه وقطعت أنفه وعملت منها قلادة ودخلت إلى مكة بقلادتها، قالت هذه قلادتي، هذا هو كذا مصعب، وهذه ذن الاثنين كذا مال مصعب، وذن أذانين، وهذا أنفه. فشوفوا الغل لهند، عملت منها قلادة وحطتها أيام، ولكن طبعا هذه مواد تتعفن لم تتركها، وتعفنت على جيدها، مع ذلك ظلت أيام قاعدة بالمجلس وحاطة الأعضاء حمزة رضوان الله عليه، أعضائه التناسلية وأذنيه وأنفه، أذنين لفوق والأنف والعضو عفوا وما تحت العضو، سوتهم بأبرة وسوتهم قلادة. هذا هي، وأخذت الكبد وأكلتها. كان عندها اثنين، حمزة وعلي، حمزة وعلي. حمزة أخذت حقها ويا زمانها، بس ابنها بعدين وقف لعلي. هذا الغل، حتى من جاءت هند لكي تسلم الرسول دار وجهها يعني، ما قدر يباوع عليها. فتصور الصلافة، قالت له أنبي أم حقود أنت؟ شوف الصلافة، أنبي أم حقود أنت؟ أنا جاي أسلم، ليش حاقد عليها؟ لكن الرسول ما كان يقدر يباوع عليها. ثم التفت وشاف ظافرها، طبعا كانت أقل، ما هذه؟ هل أنت وحش أم بشر؟ يعني كانت يعني خارج المدينة، تصوروا هذه يعني، جابها العباس يعني، عباس. فعندما جاءت إليه قاله تعاهدينني ألا تزنين ولا هذا؟ فقالت له وهل الحرة تزني؟
فنظر إلها ونظر للعباس عمه وابتسم لأنه يعرف العلاقة السابقة يعني. فيعني علي وأنا أعرف كل شيء يعني. فالإسلام يجب ما قبله، وعدوني بهذا، وعديني بهذا الشيء وروحي، أنت من الطلقاء، أنت جئتي مسلمة تقولي لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه الإسلام. الرسول مجرد أي إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يخلي سبيله، لأنه مجرد، حتى أنه مر أحد الصحابة قتل واحد سقط وقال له دين هوى على بسيف، قال أشهد أن لا إله فقتله، قال وقتلته؟ قال نعم يا رسول الله. قال لما؟ قال إنه منافق يريد أن يمنع السيف. قال وهل شققت قلبه؟ نحن نقاتلهم على ماذا؟ ألا نقاتلهم على أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ نحن نقاتلهم على هاي، أنت ايش عرفك أنه هذا؟ ليش قتلته؟ والله لن أرضى عنك. فالرسول كان مجرد الإنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يكف عن أذاه، حتى وإن كان منافق لكن مرور الزمن الإسلام يقنعه، كان سياسة هذا يكف أذاه وكف سيفه، يكون بياناتنا يستمع لهذا. فكان الرسول يريد أنه يستمعون إلى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمصعب بعد أن وجد عمه بكى كثيرا على عمه، هذا حمزة، حمزة سلطان فرسان الصحراء، يتحول إلى ممزق بلا أعضاء وبلا أذنين وبلا مشوه، هكذا بكى على حمزة. وعندما دفن حمزة عاد إلى مصعب، وجد مصعب ممزقا، ضرب ضربات، يديه مقطوعة، رمح من الخلف، فأرادوا أن يعني يغطوا وجهه بجلبابه، تصور الجلباب وصل إلى فوق المحزم فظهرت أعضاءه، فسحبوا الجلباب حتى يغطوا أعضاءه فظهر وجهه، فبكى الرسول قال إيه مصعب، رأيتك في مكة وليس في مكة ألين وأرنق يعني وأعطر منك، وها أنت بجلباب لا يكفيك وتكفن برداء. فنزع الرسول الرداء يعني وضعه وتكفن بمصعب بن عمير، هذا الذي غادر الدنيا وتوجه إلى ربه، واحد من الصحابة الأجلاء المناضلين، هؤلاء الصحابة أخوان ذول هم اللي شرعوا الإسلام، يجب أن لا يتجاوز أحد على الصحابة، فهم صحابة رسول الله، هؤلاء اللي حملوا الإسلام. ولكن طبعا أكو منافقين، لا لا تلهي على المنافقين، ولكننا نتذكر، نذكر معاوية بالسوء، نذكر مروان أيضا، نذكر عمرو بن العاص، ولكن صحابة رسول الله هؤلاء نجوم قدموا الإسلام كثير. فالآن نتحدث عن واحد، وتحدثنا عن واحد من أجل وأرق وأعطر الصحابة، وهو مصعب بن عمير. سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد مرة أخرى بعد انقضاء الفاصل لنكمل الحديث طبعا في هذه اللحظات وهذه الدقائق الجميلة والرائعة والعظيمة والإيمانية. قبل أن ننهي هذا البرنامج اليوم، أيضا قرأت مقولة حلوة في كتابي عند الإمام علي، في كل يوم أختار لكم مقولة عند الإمام علي أو مقولة للرسول الكريم عليه الصلاة وعلى آله السلام أو صحابيا من الصحابة، فقد تناولنا تقريبا في كتبنا كل الصحابة، وتناولنا تقريبا في كتبنا أغلب الأحاديث النبوية، وتناولنا في كتبنا أيضا البعض الكثير من أقوال الإمام علي عليه السلام، ونحن بأمس الحاجة إليها. هنالك قول للإمام علي عليه السلام في كتابنا الإمام علي عن يعني عن
الإمام علي وإسراء النفس البشرية والحكمة عند الإمام علي والإمام علي والمجتمع والإمام علي والمرأة، يعني أشياء كثيرة في الحياة. في هذا اللي هس يعني هذه الأيام استوقفتني كلمة للإمام علي عليه السلام: الفرصة تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخير. الفرصة تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخير. الإمام علي قال انتهزوا فرص الخير، لم يقل انتهزوا الفرص. لماذا اخترت هذه المقولة؟ لأنه دائما أسمع الفرصة تمر مر السحاب فانتهزوا الفرص. لا أخوان، وما قال ولا الإمام علي ما يقول لك صير انتهازي opportunist واقتنص الفرص الخيرة والسيئة. قال فرص الخير، الخير اللي فيها لك في دنياك وآخرتك ولمجتمعك ولحياتك ولأسرتك ولأبنائك وللناس. أما إذا كانت هذه الفرصة فيها إساءة وسوء للآخرين لك في الدنيا والآخرة وغيرها، فهذه ليست فرص خير، هذه لا تقتنصها، هذه تبتعد عنها، ترفضها أنت، تركلها أنت. يعني لسان حال الإمام علي يقول فركل أركلها لفرص الشر. واي ناس تجي تقول لك يعني تعال سوي هاي القضية وأعطيك هذه الرشوة، أليست فرصة؟ أليست فرصة؟ ولكنها فرصة خير أم فرصة شر؟ السرقة أليست فرصة؟ فرصة؟ الأخذ الأموال الناس والمتاجرة بطريقة هذا ليست فرصة؟ فرصة. يلا مع زادت الأسعار وحرب وغيرها ومدري شنو هذا، يلا هذه أليست فرص؟ ولكنها فرص خير أم فرص شر؟ هذه تركل، هذه تترك. فلا يتصور البعض أنه يجب علينا أن نركض وراء الفرص، لا. قال اغتنم فرصة الخير التي فيها لك وللآخرين، لك في الدنيا وللآخرة. ولهذا قال إن الفرص تمر مر السحاب، لأن هنالك فرص تأتي في زمان وفي مكان قد لا تأتي دائما. ويلتقطها من؟ الذكي الفطن الذي يحسن الاختيار، الذي يحسن اختيار الزمان والمكان والقرار. بعض الأحيان هنالك تجارة بسيطة لأنك لا تملك قرار فاتفاتتك الفرصة، راح صارت لغيرك. هنالك فرصة فيها زمان، أنت ما هاجرت ما رحت ما اجيت ما انتقلت فقدتها، لأنك ما انتقلت فقدت الفرصة لم تنتهزها. هنالك فرصة فيها تحتاج إلى استخدام رأس مال، أنت ما عندك هاي جبان في استخدام المال وهذا فرصتها فقدتها. يجي واحد لا والله أنا هاللي عندي اشتغلتها وسويتها وكونت فد رأس مال بسيط وكونت فد محل بسيط وكان فرصة لي وحققت فيها. مو دائما تأتي هاي الفرصة، مو دائما متواجدة، ولذلك هي تمر. ولكن ذلك الإنسان القادر على التقاطها بعقله بقراره بوجوده بأيضا. لذلك الإمام علي يقول التقطوا الفرص، الحياة عبارة عن فرص، فهذه الفرص عليك أن تلتقطها، مو تلتقطها بصيغة السرقة ولا تلتقطها بصيغة الصراع، والله أنني أركل هذا وأركل هذا وأخذ هذه الفرصة وأسقط هذا وهذا والله أنا أخذها. لا، هذه ليست فرص خير، هذه فرص شر بالتأكيد. المقصود بها الفرصة التي هي أمامك وأنت قادر، يعني هي لو كانت لغيرك كان راحت له، ولأنها تنتظر من يستحقها بقرار برأس مال بانتقال بعمل، فهنا تنتظر قرارك، تنتظر جهدك، تنتظر انتقالك، تنتظر أي شيء، هذه كلها اقتناص للفرصة. ولهذا لذلك البعض يقول بأنه ما دام الله مقدر لنا كل شيء عاد احنا ليش نسعى وهذا. مرة أحد المقاتلين بعد عودة قبل روح ذهب الجيش إلى صفين، قال أحد الجيش للإمام علي قال أليس قدرا مقدرا لنا أن نقاتلهم أو نستشهد وغيرها وهذا؟ قال ويحك، لو كان كل شيء مقدر لماذا أوجد الله الجنة والنار؟ لا، القرار لك
المؤمن مؤمن والكافر كافر والسيء سيء والجريمة جريمة، هذه كلها قرار لك أنت تتخذه. ولذلك لو الله كل شيء محدد لنا أنت تقتل وأنت تمشي وتروح، هذا على أيش حسبنا؟ كل شيء مقرر، لا هذه تابعة لقرارك أنت بجهدك بعقلك بإيمانك، أنت الذي تحقق الخير وتحقق الشر. فهذه مسألة ما مرتبطة بقرارات فوقية، هذه مرتبطة بقرارات شخصية، تريد أن تكون خيرا مؤمنا وكافرا سيئا، هذه بقرارك. لهذا الإمام علي هنا يؤكد على اقتناص الفرص، ورمضان وليالي رمضان هذه فرصة، وتمر مر السحاب ولن تأتي إلا بعد عام، وذلك هذه الفرصة قد لا تنالها في المرة القادمة. وأقولها للمرة الألف، قد تمرض، قد تموت، قد 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 تنشغل، ما تجيك هذه الفرصة. وتذكر كم من الأشخاص من أصدقائك، وهذه أعيدها للمرة الألف، لم يحالفهم الحظ بأن يعيشوا لهذا العام، وبالتالي لم يقتنسوا رمضان الماضي وفقدوا اقتناص الفرصة. فهي الآن فرصة رمضان، عندما تدعو ربك وتقرب إلى ربك وتعبد ربك ويسامحك ربك ويغفر لك ربك والله يكون راضيا عنك، هذه مو فرصة يعني؟ يا شنو الفرصة أنت والله مال وما أدري شنو سويت لك محل مقابل رضاء الله وبركة الله سبحانه وتعالى، هذه كلها فرص. فأعتقد لا توجد فرصة يجب أن نحرص عليها ويجب أن نتمسك بها وأن يجب أن نقاتل النفس من أجلها كليالي رمضان. هذه فرصة، فاتتك فرص هواية، أعتقد الدنيا بيها بعد وأعظم فرصة هي هذه الليالي، هذه الفرصة التي ستجلب لك كل الفرص، هذه الفرصة التي ستمهد لك كل الطرق، هذه الفرصة التي ستبعد عنك كل الأشياء التي تكون عائقا لك في دنياك وآخرتك. ثم أليست رضاء الله ونيل الآخرة أليست فرصة عظيمة يعني؟ شنو الفرصة؟ أنت لو بات تقول فرصة علي أن أدخل مثلا كلية الطب وأجتهد وأصير طبيب وأصير هذا وعالج الناس وأبني العيادة وصل عندي، هاي فرصة. لكن الفرصة الأعظم هي أن تنال رضا الله وأن تحوز على الجنة. أيهما أعظم؟ أن صير ولا طبيب أو عندك سيارة، فرصة والله اشتريت هاي السفر، فرصة صار عندي محل، فرصة بنيت معمل، فرصة ما أدري شنو، والله فرصة بنيت بيت، فرصة اشتريت قاع، كلها فرص أوكي. لكن هل هذه الفرص تساوي الفرصة الأعظم في أن تحصل على رضا الله وأن تحصل على ما يعطيك الله في الدنيا والآخرة؟ ففرصة تجارة والله العظيم، هل أدلكم على تجارة؟ حتى الله يقول لك تجارة، هذه تجارة، أنتوا مو تبيعون تشترون على مود الربح، مو التجارة هي هيجي، هذه تجارة، هذه أعظم تجارة وأنجح تجارة وأبسط تجارة، لا تحتاج إلى رأس مال ولا تحتاج إلى مجازفة ولا تحتاج إلى صراع ولا تحتاج إلى جهد كبير، رضاء الله والدعاء له والتمسك بليالي رمضان، ما تحتاج أبدا، ما تحتاج شيء، لا تجيب فلوس ولا تصرف فلوس ولا شيء ولا هذا، مجرد لحظات تكون فيها بقرب الله سبحانه وتعالى، تدعو إليه، تصلي، تتعبد، ترضي نفسك، ترضي أهلك، ترضي عائلتك، ترضي تتصدق، تذهب إلى أمك وأبوك ترضيهم وتوديهم الآن زيارة للكاظم الإمام الحسين الإمام علي عليهم السلام، هذه كلها أعمال صالحة، اعتديت على الناس ترجع لهم حقهم، فقراء، هاي كلها أعمال، تبقى تقرأ بعض الصلوات، تقرأ القرآن لأهلك ولنفسك، هذه كلها فرص أيضا، كلها تجارة، ليست تجارة، هذه تجارة يجب أن نحرص عليها. هذه التجارة أعتقد هي من أهم التجارات التي يجب أن تكون سيدة التجارات، لأن هذا اللي تسويه أنت أعتقد أشياء بسيطة مقابل شيء عظيم،
مقابل نيل الجائزة الكبرى، مقابل نيل الآخرة. فاحرص انجح في تجارتك الدنيوية وانجح في تجارتك الآخرة. ولكن أنا طبعا لا أريد أكون واعظا دينيا، ولكن أنا أتكلم عن أشياء حياتية بسيطة. هذه الأشياء الحياتية البسيطة موجودة الآن في حياتنا، وتكلمنا احنا في هذا البرنامج، نأخذ نماذجا من الحياة، ونأخذ نماذجا من الصحابة، ونأخذ مقولات عن الرسول، ونأخذ مقولات عن الإمام علي، علنا تشذب بعضا من نفوسنا حتى نكون أقرب إلى الله. وكل الهدف حتى نستغل هذه اللحظات اللي هي أنوار السحر، لحظات السحر، التقرب إليه إلى الله قبل أن نصلي صلاة الفجر ثم نذهب إلى أعمالنا أو ننام. البعض مرتبطين بأعمال حتما، يعني يروحون يعملون يرجع الظهر خطية ينام يعني. البعض لا، يقول لك هاني أنا يعني تنتهي. وبالتالي من كان مشغولا ومن كان غير مشغول. فإذا العظمة تكون هو أين؟ في هذه اللحظات. هذه اللحظات طبعا احنا بدينا نقترب رويدا رويدا، بدأنا نقترب من أيام عظيمة، بدأنا نقترب من الجرح والاستشهاد، ثم تأتي ومن ضمنها بداية الشعائر العشرة الأخيرة، هذه التي كان رسول الله يشد المئزر، يعني يتحزى منها أحزاب. هاي العشرة الأخيرة الرسول العظيم اللي الله داز لجبرائيل يشد المئزر، فما بالنا نحن الذين ارتكبنا أخطاء وارتكبنا مساوئا وارتكبنا أشياء كثيرة. هذه يعني أعتقد يجب أن لا تفوت، وأيضا هي فرصة للناس الآخرين اللي الآن استطاعوا أن يتغلبوا على أنفسهم. كثير من الناس في رمضان يمتنع عن كثير من الموبقات، ويمتنع عن كثير من الإساءات، ولكن في رمضان يتوقف، ولكن بعد رمضان يعود إليها. والبعض منهم والعياذ بالله في صباح العيد، مصباح العيد، يشرب خمرا والعياذ بالله ويرتكب موبقة. بعد وين؟ يعني شنو هذا؟ بالعكس هذا عقابك أعظم، لأنه أنت تعرف مدى القدسية وتعرف مدى الحرمة في ممارسة هذه الأشياء. لذلك أعتقد هي فرصة أيضا حتى لا تمر مر السحاب، أن تواعد الله وتعاهد الله سبحانه وتعالى أن تمتنع عن كل هذه المبقات. وبذلك أقول لكم شكرا جزيلا، وإلى اللقاء مع رق تحياتي.